هنالك ضربتين على ميناء اللاذقية خلال هذا الشهر، ضربات مكثفة بعد اتفاق بوتين ونفتالي بنت. برأيك إذا ما استمرت هذه الضربات بهذا الشكل المكثف على الميليشيات الإيرانية وشحناتها والتي ترسل إلى ميناء اللاذقية أو غيرها، إذا ما استمرت هل تعتقد على المدى البعيد بأنها ستؤدي إلى انقطاع إرسال هذه الشحنات ولن يبقى هنالك سببا واحدا استراتيجيا لإيران بالاستمرار بإرسال هذه الشحنات عبر البحار أو حتى عبر الأجواء العراقية إلى الأجواء السورية؟ للأسف يعني عندما يعني يكون هناك سبب لإيقاف بعض الشحنات إن كان عبر البحر أو عبر الجو، يلجأ الجانب الإيراني إلى حيلة جديدة. الآن هناك اتفاق جديد وقع قبل شهرين مع جانب النظام السوري، ينص على أن هناك 100,000 حاج إيراني مدني، بين قوسين مدني، وأصر على كلمة مدني كما يدعي الجانب الإيراني، سوف يقدمون في خلال عام 2021 و22 وكل عام تقريبا سيحجون باتجاه دمشق والأراضي المقدسة. نحن أكيد يعني لا نتكلم بنفس طائفي، لكن الجانب الإيراني يحاول استغلال الحجاج وعائلات المقاتلين الذين يستقدمهم باتجاه سوريا للحج بتهريب السلاح. يعلم أن لن يكون هناك غارات أو استهدافات على باصات أو طائرات تحمل المدنيين والأطفال باتجاه الحج. الجانب الإيراني لا يوفر أي طريقة، حتى الحديث كان الحديث العام الماضي عن إنشاء سكة حديد تصل موانئ إيران باتجاه بغداد وحتى وصولا إلى حلب ودمشق واللاذقية. هناك دائما سيناريو وخطة جديدة تتبعها إيران في حال أغلقت أحد المنافذ كما هو الحال في الميناء، لكن إيران تصر على بقائها من خلال كما تحدثنا البوكومال. تبني الآن إيران مستعمرتها، وصل فيها الحد إلى بناء فنادق وأماكن سياحية اختلقتها إيران وأماكن دينية اختلقتها إيران من أجل جلب الوفود الحجاج إلى هذه المنطقة. دمشق الأمر معروف للجميع، والسيدة زينب بشكل خاص، درعا في جنوب سوريا الآن إيران تحاول الوصول إليها إن كان عبر ميليشيات حزب الله التي تهرب المخدرات والأسلحة والتجارة باتجاه الأردن ومعبر نصيب، أكبر مثال على السيطرة الإيرانية في الجنوب السوري وملايين الحبات من المخدرات. هذه كلها طرق وأساليب إيرانية تحاول فيها البقاء، إما عسكريا إما مدنيا أو حتى تجاريا، والحديث الآن في الانتخابات القادمة أو غيرها على أن إيران كما حدث للأسف في العراق الشقيق تريد أن تصل حتى إلى مجلس النواب السوري عبر نواب تدعمهم من خلال حملات الانتخابية في الانتخابات القادمة، أو حتى وزراء أو حتى يعني رؤساء بلديات ومجالس محلية في عموم سوريا. طيب دعني أعود إلى سيد هلال العبيدي من جديد. السؤال المهم هنا، النظام السوري في الفترة الأخيرة أبدى رغبته وطلب من إيران قضية تقليل التعاون مع الفصائل الموالية لها في سوريا. واحد من أهم القيادات الإيرانية للحرس الثوري الإيراني خرج من سوريا بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد بشكل مباشر. لاحظنا هنالك تقارب بين السعودية وبين سوريا، الأردن وسوريا. هل تعتقد بأن النظام السوري قد يكون سعيدا بمشاهدة هذه الضربات في ميناء اللاذقية لكي يعني يتمم الصفقة التي طلبتها روسيا منهم؟ يعني بالتأكيد أحيانا أستاذ أحمد في العلاقات الدولية أو في يعني هناك فرض لواقع الحال. الدول العربية عندما حاولت أن تفتح المجال مرة ثانية مع نظام بشار الأسد اصطدمت بحجم الوجود الإيراني في داخل هذا النظام، وهذا ما لا يناسب وتطلعات هذه الدول في إيجاد يعني في فتح صفحة جديدة للنظام السوري. فطلبت بشكل واضح من النظام السوري بتقليل أو تخفيض تواجد عدد الميليشيات والتعاون الأمني والعسكري بين هذه الميليشيات وبين النظام السوري. لذلك النظام السوري الآن في محاولة للعودة
إلى العلاقات العربية العربية وفي محاولة لأخذ الاعتراف من هذه الدول العربية التي في لحظة ما قد أوقفت حتى جامعة الدول العربية، سوريا لم تكن تحضر حتى اجتماعات جامعة الدول العربية، هذه العودة مرهونة ومشروطة بتخفيض على الأقل وليس إنهاء الوجود الإيراني في داخل سوريا. فعلا أن الإيرانيين الآن يعني كما جاء في كلام الضيف ولدينا معلومات كاملة أن الإيرانيين اشتروا أغلب مناطق وقطاعات سكنية كبيرة في داخل يعني في 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 ريف الشام وفي في مناطق كبيرة من العاصمة دمشق وفي ريف دمشق اشتروا مقاط يعني مقاطعات كبيرة، ديور، أراضي، فنادق، هناك استثمارات بمليارات الدولارات في داخل سوريا، هناك ابتلاء كامل مع الأسف الشديد نقولها لسوريا من قبل تجار ومن قبل رؤوس أموال إيرانية، وأغلب هؤلاء هم مسيسين، يعني هي ليست قضية استثمارات وتجارة وعقار، لا، هناك تسييس للقضية وهناك تجيير لقضايا طائفية ونعرات طائفية يحاولون زرعها وتثبيتها في داخل سوريا. لذلك هناك أيضا الدول العربية التي تحاول استعادة سوريا من هذا الغول الذي يحاول ابتلاع سوريا. أنا أعتقد أن النظام في سوريا الآن يحاول تخفيض وجود الميليشيات والأسلحة التي تأتي ويحاول أن ينزلق خارج هذه المعادلة التي ربطته لفترة ما مع إيران ويحاول الخروج من عباءة إيران، ولكن هذا الخروج سوف يصطدم أيضا باستحقاقات الشعب السوري، وجميعنا يعلم أن الثورة السورية ما زالت وأن هذا الاستحقاق هو واجب على نظام بشار الأسد.